حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنا بليبيا تتجاوز 11 ألف قتيل، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. الرباط تؤكد أن زيارة ماكرون للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يتوقع حربا طويلة الأمد في أوكرانيا. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. تجاوزت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنا شرقي ليبيا 11 ألف قتيل حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مضيفة أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع مواصلة أجهزة الإسعاف بمساندة فرق أجنبية عمليات البحث عن آلاف القتلى والمفقودين بعد أسبوع من الكارثة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالاستناد إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي أن 10,000 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في درنة. أكدت السلطات المغربية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة، وذلك بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن ماكرون تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة، وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مرارا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا في السنوات القليلة الماضية. حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية من حرب طويلة الأمد في أوكرانيا. وبشأن طموحات كييف للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو دون أن يحدد توقيتا محددا لانضمامها. وصل أكثر من 65 ألف أرميني من ناغروني قرهباغ إلى أرمينيا وفق ما أعلنت يريفان، وذلك بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية. وأمر الزعيم الانفصالي ناغروني قرهباغ بحل جميع المؤسسات في الإقليم بحلول نهاية العام. في شمال العراق أقيم قداس في كنيسة الطاهرة بقرقوش للصلاة على أرواح ضحايا الحريق، والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل بقاعة الأعراس في البلدة. وتقول السلطات أن الحريق نجم عن ألعاب نارية ومواد بناء سريعة الاشتعال. في الختام تذكير بأهم العناوين: حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنا بليبيا تتجاوز 11 ألف قتيل، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. الرباط تؤكد أن زيارة ماكرون للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يتوقع حربا طويلة الأمد في أوكرانيا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademic.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.